السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا رش لنخل الوالد في منزلنا، مصابات بالحشرة القشرية التي تصيب سعف أو عصبان النخل. طبعا المبيدات كثيرا تذهب إلى المحل الزراعي وتريهم، إذا كنت لا تعرف الإصابة تريهم صورة الإصابة، وهم مهندسين وسوف يعني يعطونك المبيد المناسب. اذهب إلى المحل الزراعي، مر على أكثر من واحد حتى تصل إلى نتيجة، زي ما تروح مثلا في المستشفى وتعرض الحالة المرضية على أكثر من طبيب. فالمهم أن العمال دول اللي عندهم مضخات الرش هذه لا تخليه تقول له تعال جيب لي دواء، لازم أنت تأخذ الدواء وتخلط الدواء حسب ما قالوا لك، لأنهم ممكن يجيبون دواء مضروب أو يزودون أو ينقصون الكمية.